صغير قدرت تدخل مجال صعب والخبرة فيه بتحتاج لكتير من الوقت، ومع هيك تركت بصمتها الخاصة وحصلت على جوائز داخل بلدها وخارجه. ومين هي ضيفتنا لليوم؟ خلونا نتعرف عليها بتقرير لزميلتنا سلمى عودة. حصلت على لقب أصغر مخرجة في سوريا، بدأت بالعمل في 25 من عمرها. سارة الزير مخرجة سورية شابة من مواليد مدينة السلمية عام 1987، درست في كلية الهندسة الزراعية في دمشق بالإضافة لدراستها في كلية الترجمة جامعة دمشق. بدأت عملها في الإخراج عام 2009 كمساعد مخرج متدربة في سباعية حياة أخرى ومسلسل صبايا الجزء الثاني، ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن مشروع دعم سينما الشباب، ومن ثم مسلسل السيت كوم بعنوان سن الغزال عام 2014. يعتبر فيلم المطر الأسود عام 2015 من أهم الأعمال التي قامت بها سارة، وهو فيلم تلفزيوني استطاعت من خلاله الحصول على جائزة أفضل فيلم في مونديال القاهرة، وحظيت بتكريم من وزارة الأعلام السورية بحضور عدد من الشخصيات الفنية والسياسية العربية المعروفة. دخل سارة زير عالم السينما من خلال الفيلم الوثائقي دراما وتتالت الأعمال، ومؤخراً وليس أخيراً فيلم سبع ساعات في سوريا، والذي تدور أحداثه حول مراسلة حربية شابة. ويذكر أن فيلم سبع ساعات في سوريا هو أيضاً من تأليفها وإنتاجها. سارة الزير وعدستها ضيفة صباحنا غير لليوم. بعد أكيد ما شفنا هالفيديو عن المخرجة سارة أمينة الزير، وهي أصغر مخرجة سورية، أعمال كتير بين التلفزيون والسينما وبعمر صغير، يعني ما معك صغير، خلينا على الصغير، نحن ما بنكبر. قال صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي سارة. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة اللطيفة، وكل عام وأنتم بخير ومشاهدينا الكرام بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيكي دائما على شاشة الإخبارية السورية. سارة، بالبداية خلينا نحكي عن فيلمك الأخير سبع ساعات في سوريا، اللي هو بيتناول أحداث الحرب، عم تلتقطها مخرجة شابة بعين صحفية. خلينا نحكي عن هيدا العمل، كيف كانت ظروف العمل وعلى أي أسس بتركز؟ فينا نقول يعني دائما لما نقول عمل، في كتير أعمال تناولت الحرب، لكن كيف تناول الحرب وكيف كانت الأحداث تختلف بطريقة الطرح؟ هلا أنا دائما بحب بكل أعمالي لما بحكي عن الحرب، هذا مو أول عمل إلي بالنسبة إلي عن الأزمة أو الحرب، بحب أروح بالجانب الإنساني فقط، خاصة إنه نحن لسه ما خلصت هاي الحرب ولسه ما طلعنا من العفونية، يعني لساتنا عم ندور وما كتير الأمور يعني نهاياتها بلورت لتعمل إنه يعني تكون عاملة إنه فيلم سينمائي يأرخها، لأنه اليوم منلاقي إنه كل أفلامنا مرحلية، فلهيك إذا الواحد اتجه للجانب الإنساني فالقصة الإنسانية بتنقفل يعني، فبنقدر نحن نغطيها، بلس إنه أنا مالي علاقة بالسياسة يعني بتركها لناسا. فكسبع ساعات في سوريا هو كان تتمي للمطر الأسود اللي هو بيحكي عن دور المرأة. أول شيء ابتدأت بأنه هي والدة الشهداء اللي قدمت للبلد أربعة من أبنائها، كملت هلأ مع الصحفية اللي المراسلة الحربية خلينا نقول اللي هي بتكون حامل بالشهر السابع، ورغم الظروف الخاصة تبعها هي لا عندها ولاء لمهنتها، ويعني وحتى بتعارض مع آراء زوجها وبتقوم بواجبها بتغطية الأحداث. طبعا بيصير مع ظروف خلال هذه المسيرة انه بخط التماس وهيك قصص، ما بدنا نحرق ما بنحرق الأحداث ما حكيت شيء لسه. سارة، يمكن أعمال كثيرة منها تلفزيونية ومنها سينمائية هي يمكن بمحصلتك لحد الآن، خلينا نحكي أي أكثر أعمال قريبة لقلبك وشو هي البصمة اللي بتميز سارة، يعني أنا شو هو الشيء اللي بشوفه بقول هيدا شغل سارة؟ هلا ما في خطوة بالنسبة إلي كانت ما بتشبهني أو ندماني عليها، يعني كل الخطوات علمتني شيء حتى السيء قبل الجيد، يعني
فكلهم بحبهم، لكن مثل ما بيقولوا الأهل مثلا أنه الأصغر الأولاد هني الأغلى، فأنا بالنسبة لي أجدد الأعمال هو الأغلى حاليا، 7 ساعات في سوريا هو أحدث الأعمال، ولسه ما شفت الأصداء يعني لساتني قلقة عليه، عرفتي أنه هل سيعود بنجاح بجوائز دائما مثل المولود الجديد للأم، مع كل عمل بتلاقي فيه شغف وفي قلق حول هيدا العمل. خلينا نروح معك ومع المشاهدين نشوف مقتطفات أو برومو لسبع ساعات ونرجع نتابع حديثنا. وضع غير آمن، إذا بدك من أجلها لتأمن. يعني تابعنا برومو أكيد من الشغل تبعك، ولكن خلينا هيك نغوص بتفاصيل سارة. كيف سارة أول ما يجيك النص أو أول ما يجيك العمل، رؤيتك وين بتتجه؟ كيف تختاري المكان؟ كيف تختاري الأشخاص؟ كيف تختاري يمكن المعدات الخاصة فيكي؟ خلينا ندخل لكواليس فكرك شوي. هلا انا باعمالي انا اللي بكتبها، لهيك انه ما بي يعني ما بيوصلني نص. هلا ما عندي مانع اني اشتغل طبعا بكتابه غيري، لكن لحد الان انه انا قدراني اني وصل يعني انت بتكتبيها فورا بتصوري بمخك المكان. تمام. هلا في عندي يعني هي ما بتجي القصه هيك بالصدفه فعلا، لما بتكوني عم تقراي شيء او تشاهدي شيء او كذا فبيخطر انه هي هاد فيلمي الجديد، هيك بصير يعني عند المخرج. فيعني هي قصة المراسلة مثلا، هي عن قصة لمراسلة عراقية كانت بحرب الكويت الخليج العام 90 يعني، فكانت بمذكراتها. فوقتها وانا عم بقرا يعني مجرد انا يعني حدا بيضل بيطالع وعندي فضول تجاه يعني الاخبار والعلم وهيك قصص، فبالصدفة صارت انه انا قلت هاد فيلمي، لانه يعني تفاصيل المذكرات تبعها كثير بتعطي هيك في صور سينمائية كانت يعني هيك فجأة. هلأ ببلش أنه بكتبها وباخذ موافقته وبقرر أني أنا بدنا نفوت بالتحضير. يعني المفاجأة بتصير حتى بالنسبة إلي أنه الورق ما بيبقى منه 10%. يعني آخر شيء لما بتروحي على اللوكيشن ما بتكوني متخيلتي، بتخرق لك تفاصيل تانية على حركة الكاميرا، على القطعات مع الممثل كمان، نقاش بتعدل الحوار، فبيصير غير تماما. لهيك دائما انا بقول لهم انه هذا مسوده فيلم، انه اكيد راح يطلع شيء ثاني بكره أخرى. بس قديش فعلا مثل ما قلتي ساره، لما تكتبي العمل انت كمخرجه في كيف تجسدي الصوره السينمائيه يمكن اقرب للمشاهد او اكثر واقعيه. يعني لما نحكي عن 7 ساعات مراسله حربيه مثل ما قلتي عم تعيش تفاصيل الحرب في سوريا وانت عايشه في سوريا، فقديش فعلا بتشتغلي على هدول التفاصيل لانه نحن عايشين فيها عم نعيشها بشكل يومي. هلا انا عشتها بشكل طبعا، بس بشكل نحن تداعيات الحرب يعني انا وصلتني، لانه انا ما كنت لا على الجبهه ولا شفت الدمار لما رحنا وحضرت انه اللوكيشن موقع التصوير، فكتير كنت كثير تاثرت بالدمار اللي صار، وحاولت اني يعني يا رب كون حملت المسؤوليه واني قدرت اني انقل صوره هذا الوجع بهذا الفيلم ترجمته بصريا يعني. هلا انا صورت يعني ما قدرت حتى انه ادخل، كان مثلا لاقول لك شغله تفصيل صغير، انه كان بالورق انه هي بتتعرض لهذا الحصار، ما راح يعني اذكر انه بهذا المشهد، بتكون بتلاقي شيء انه هي ولا مصور مثلا قبو او هيك مكان انه بتحاول تختبي فيه. اثناء يعني الاستطلاع ما قدرت افوت على البيوت، وما قدرت، حسيت انه كثير في ذكريات هون فينا يعني في شيء لازم يحترم قدسية المكان، فما قدرت. فقدرنا ندخل بكنيسة مدمرة كانت، فحسيت انه هذا هو لازم يكون هون مشهد الحصار، بانه قديش الى رمزية قلبت كل المعنى. هذا الشيء ما كان مكتوب ابدا على الورق. هيك هذه هي التفاصيل اللي بتصير معك انه اثناء الشغل. فان شاء الله كنت وفقت يعني بانه انقل صورة الوجع لبرا، وهو فيلم حتى موجه للخارج اكثر منه للداخل.
الداخل يعني. نعم، اي اكثر شيء بتركزي بشغلك، صوره تحكي او الشخص يوصل؟ هلا انا مع القاعده الاولى في الاخراج انه الكاميرا تتبع الشخصيه. انا كثير بحب انه نحن الممثل هو البطل تبعي، مو المكان ولا الديكور ولا التفاصيل ولا الضوء ولا شيء، الممثل هو الحاله وهو اللي انا بدي اتبعه. فبالحق يعني لما بكون عم نشتغل انه بروفا او شيء بخليها انه عفويه بالشغل على السيت يعني الكاميرا، فانا بحاول الحق الممثل انه كيف بدك تعمله تماما، كيف بدك تعمله وكيف لوين بدك تصرخ او كيف تمشي هيك يعني، كيف بيريح الممثل. هذا اللي انا اللي بيهمني بالمرتبه الاولى. اللغه السينمائيه لغه بصريه طبعا يعني قبل، بس انا بعطيها مرتبه ثانيه بالنسبه لي، لانه الممثل اذا ما كان مقنع يعني احيانا في مشاهد بافلام عالميه ممكن تكون بين إضاءة أو سيبة أو صحيح. سكة شارف، فنحن ما منشوفها لأنه تأثرنا بالممثل وخلص إنه وصلنا المشهد. وحتى المخرج بيكون يمكن شايفه بس ما بده يعيد لأنه عطاه كثير الأداء حلو. فأنا مع هاي المدرسة بحب مع أنه بتخسر جوائز أوسكار في أفلام كثير من مشهد صغير خسرت الجائزة. هلأ دائما في لو وفي لو. أخطاء يعني ما في عمل كامل متكامل. طيب خلينا نحكي عن الأغاني اللي بتألفية حضرتك، مألفة تقريبا أكثر من 20 غنية متعاونة مع فنانين كبار. خلينا كم تأليف عند سارة الزير؟ هي هواية من الصغر يعني من أول ما بلشت عمري 13 هيك شيء، حتى بالابتدائي يعني كانت موجودة. فكنت أحب أني أتجه لكلمات أغاني أكثر من شعر أو أوقف على منبر وهيك. فنحن ما كتير عنا الأغنية كان بمجالها، حتى من 10 سنين هلأ بلشت تزدهر أنه الأغنية الشعبية مع الشباب يعني اللي هلأ طلعوا، بس قبل كانت يعني هي أغنية محصورة بشارات مسلسلات وبعض الأغاني يعني الحالات الإفرادية سيد ميادة بسيليس وهيك يعني أنه ناس بتنتج، بس ما في كان كتير عن جد وجود إلها. لهيك أنا أغلب كان اتجاهاتي للشارات، كلمات الشارات يعني، هي كانت عبارة عن هواية ما إلى علاقة. طبعا قدمت كتير خلال الحرب يعني أغاني للجيش وأغاني الحملات إن كان توعوي أو شو بسموه خيرية. نعم سارة، يمكن كل حدا بده يطور خطواته أو بده يبلش بخطوات ناجحة بده دعم، بده شركات إنتاج. يمكن سارة الزير اليوم بمكانتك وبإنتاجك الخاص فيك، قديش هيدا الشيء لعب دور وقديش يمكن حاجة أيضا لدعم، حتى لو كنتي عم أنت يعني منك لحالك الكلمات والإخراج وكل شيء وكل شيء يعني مع تنهيد حتى أنا الجمهور آخر شيء أنا بحضر بس فيلم بس مع تنهيد كبير يعني. هلأ هي الفكرة أنه هي مساعدة وبنفس الوقت يعني معرقلة يعني أنا يعني لو ما كان إنتاجي الشخصي بتوقع أنه بحياتي ما كنت قاعد ورا مونيتور يعني هاي أنا بقولها، لكن بنفس الوقت بده دعم لاني انا كثير بفكر بكتب بطريقه انتاجيه يعني بفكر انتاجي انه انا ما بدي اكتب بطريقه انه مشهد يكون مكلف وانا عم بكتب لاني بعرف انه شو بكره رح يصير معي يعني وانا عم حضر وما بدي احرقه ولازم اعطيه حقه للمشهد والى اخره. وبنفس الوقت كمان الترويج والتسويق وهيك قصص يعني كلها هي بتوقع على يعني على عاتقي انا كل شيء انه لازم. طبعا انا بالشراكه مع اختي اللي نحن بنتعاون بهذا الموضوع، بس هي كثير صعبه لانه هلا في ناس في شركات مختصه للتسويق، في ناس مختصه للدعايه، لا يعني فانا لازم كله يعني بس أنا متعب أشتغله. يعني متعب لإلك، هو مكلف ماديا ومتعب لما تكتبي نص او تكتبي مشهد وتفكري وانت عم تكتبي بتكلفته الانتاجيه، خصوصا شغف المخرج انه انا بدي اوصله باجمل صوره باجمل احساس كمان بصوره سينمائيه تكون قريبة للناس. هي أنا كمان يعني ما بقدر أتفرغ بيكون هذا الوقت للإخراج هيك بصير كذا قصة وأنا عم حضر وبروح يعني بدي طلع موافقة عرفتي يعني في كذا قصة بتصير بتشغلني، لكن يعني أحسن ما أنه من بلا مثل ما بيقول عرفتي يعني آخر شيء ما في فرص فخلص خلينا عم نشتغل الحمد لله وضعنا أحسن من غيرنا. إيه الحمد لله. سارة تعاملتي مع أسماء ونجوم كبار، خلينا نحكي يمكن كيف قدرتي تجذبيهم أو كيف قدرتي يمكن تنالي ثقتهم؟ يعني دائما أول ما يبلش أي حدا بمجال ما دائما بيكون في نقزة منه، أنت كيف جذبتيهم للممثلين؟ كيف خليتي هلا كتير كانوا كل اللي تعاونت معهم لحد الآن كلهم كانوا متعاونين من نجوم كبار أو حتى ممثلين جدد أو شباب أو خريجين معهد يعني. فأنا لحد الآن ما تعرضت لأي موقف بأنه حدا تكبر أو أنه أنا ما بدي او مثلا وصل انه موافق بعدين غير رايه، لا يعني هلا يمكن كمان انا ممكن شخصيتي عم تفرض انه في تعاون انه محبب انه ما عم فريندلي وبنفس الوقت انه عندي ثقه يمكن بحالي يمكن
فهذا الشيء عم ينعكس على انه هن يقدروا انه يعني يوقفوا قدام كاميرتي وانه خلاص يسلموني الدفة. طيب خلينا بالختام نحكي عن الجوائز اللي حصلتي عليها سارة. جائزة أفضل فيلم بمصر بالقاهرة، وفي تكريم كمان هون بالبلد كان من قبل دكتور حسين شعبان وزير الإعلام السابق دكتور عمران الزعبي. هدول اللي بس يعني فهلا إن شاء الله السبع ساعات في سوريا إن شاء الله يا رب نجيب إن شاء الله. أكيد يعني أكيد لازم تراهني عليه لأنه يمكن شيء مميز وحلو، وأهم شيء إنه روحك موجودة فيه بكل تفاصيلك عاطية العمل، فأكيد رح يوصل لكل الناس. سارة زين نحن كتير بدنا نشكرك، نورتينا اليوم وهيك كل عام وأنت بألف خير. يا رب سارة أمين الزير نشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع مشاريعك القادمة إن شاء الله، كمان جوائز أخرى تحصلي عليها. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا.